سمعت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر لها بمال لها، أن يخرج إلى الشام في التجارة. خرج عليه الصلاة والسلام متجرا بمال خديجة رضي الله عنها ورجع عليه الصلاة والسلام رابحا. نعم. نبي صلى الله عليه وسلم طبعا أجد كيف تبوينا ستي خديجة تطفي جمنون داوي لوي ربقات رقا ربحنين داوي نبي صلى الله عليه وسلم طلاق وين داوي مين فرنك جمنين تجران. خديجة رضي الله عنها من أشراف قريش، كل سادات قريش يتطلعوا إلى أن يتزوجوا بخديجة رضي الله عنها. خديجة وكتي ستري من نعم دائس تحت نوك نوك تم نوم تقول ريكا نعم دامين هيب بوك بوك نوك نوك قل سنفوان قريش هاي نعم ستري ستري جيجران كم بوك تاي تم تنگ رو جام تا خديجة اي انريب كان جمعين النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأت خديجة رضي الله عنها هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم والصدق والأمانة عرضت عليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها رضي الله عنها وأرضاها. خديجة رضي الله عنها نبيدة كون كيف سمح ترام كان يجي بد كيف من بخاء ربا نبي صلى الله عليه وسلم قد قبان قبحان نقلون بخاء تعاي نبي صلى الله عليه وسلم ريب كاتي ميقان فتزوج بها عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم قبل ريبكا تبون القوان. وكان عليه الصلاة والسلام له من العمر وقت تزوج بخديجة رضي الله عنها 25 سنة. نبي صلى الله عليه وسلم نبيل دائل ريبكا تبون خديجة رضي الله عنها بلوك قوان من أجوب رمتان مفيران.